السلام عليكم ورحمه الله وبركاته منهج العلوم للصف الخامس الابتدائي الوحده الاولى الطاقه الدرس الثالث بعنوان المغناطيسيه مقدمه لاحظ اليونانيون القدماء منذ اكثر من 2000 عام وجود نوع من الصخور السوداء تم العثور عليها في منطقه مغنسيا لها قوه طبيعيه على جذب الاجسام المصنوعه من الحديد واطلق على هذه القوه اسم المغناطيسيه وعلى الصخرة السوداء التي لها هذه الخاصية اسم المغناطيس الطبيعي نسبة إلى منطقة ماغنيسيا يعني إيه الكلام ده يا سنة خمسة؟ يعني من أكتر من ألفين سنة كده في منطقة اسمها منطقة ماغنيسيا اكتشف اليونانيون القدماء نوع من الصخور السوداء. طب نوع من الصخور السوداء دي إيه قدرتها؟ بيقولي إن هي عندها قوة جذب طبيعية للأجسام المصنوعة من الحديد. طب هم اكتشفوها في منطقه اسمها منطقه مغنيسيا هيسموا القوه الطبيعيه دي اللي هي ليها قدره على جذب الاجسام المصنوعه من الحديد هنسميها باسم ايه نسبة لمنطقة مغنيسيا هبقى هسميها باسم الايه القوة المغناطيسية. طب الصخرة السوداء دي هسميها باسم ايه؟ برافو عليك هسميها المغناطيس. طب ليه مغناطيس طبيعي بقى؟ هقول لك مغناطيس طبيعي لأن هي الصخرة فيها قوة طبيعية اللي ما تدخلش في صنعها. دي الصخره كانت اصلا هم اكتشفوها وهي بتجذب الايه الاشياء المصنوعه من الايه من الحديد فاحنا سميناها المغناطيس الطبيعي نسبه الى منطقه ايه مغناطيسي تمام كده سنه خمسة. المغناطيسيه هي احدى صور الطاقه التي توجد في بعض المواد وتكسبها القدره على جذب المواد المغناطيسيه او هي قوه جذب المغناطيس للمواد المغناطيسيه يعني ايه الكلام ده يا يعني انا بقول لك ان المغناطيسيه صوره من صور الطاقه تمام كده بتبقى موجوده في بعض المواد مش في كل المواد وليكن مثلا موجوده في المغناطيس لكن هي هل هي موجوده في الخشب لا مش موجوده في الخشب يبقى هي موجوده في بعض المواد مثلا المغناطيس طيب موجوده في بعض المواد تمام كده بتكسبهم القدره بتزودهم بخاصيه بتزودهم بميزه الميزه اللي بتزودها لهم ان هي بتقدر ان هي عندها قدره ان هي تجذب المواد الايه المغناطيسيه زي مثلا الحديد ان هو بينجذب للمغناطيس مثلا عندي تعريف تاني ممكن أقوله إيه؟ إن هي قوة جذب المغناطيس للمواد الإيه؟ المغناطيسية، يعني قد إيه المغناطيس هيجذب بقوته سواء كبيرة أو صغيرة يجذب المواد الإيه؟ المغناطيسية، تمام كده؟ طيب، أنواع المغناطيس، المغناطيس الطبيعي وهو أحد خامات الحديد المعروفة باسم الماجنتايت، اتنين المغناطيس الصناعي قام الإنسان بصنعه وله أشكال وأحجام مختلفة مثل: إسطوانة متوازي مستطيلات حذاء فرس إبرة مغناطيسية يعني إيه الكلام ده يا سنة خمسة؟ أنا عندي أنواع من المغناطيس مغناطيس طبيعي ومغناطيس صناعي المغناطيس طبيعي زي ما إحنا من شوية قلنا إن هو اكتشفوه اليونانيين القدماء من أكتر من ألفين سنة في منطقة اسمها منطقة ماغنيسيا وده عبارة عن صخور سوداء وسموه مغناطيس طبيعي صح كده؟ قال لك إن هو بعد كده لما عملوا في صح... فحوصات عليه وكده لون ان اللي هم اكتشفوه دوت هو خامه من خامات الحديد فبقول ان المغناطيس الطبيعي ده احد خامات الايه الحديد واطلقوا عليها اسم اسم الماجنيتايت اسمه الايه الماجنيتايت تمام طيب كده بعد كده تاني نوع عندي اللي هو المغناطيس الايه الصناعي وكلمه صناعي يعني قام الانسان بايه بصنعه وعندك قال لك ليك ايه اشكال واحجام مختلفه زي ايه زي الاسطوانه يعني مغناطيس على شكل استوانة مغناطيس على شكل متوازي مستطيلات مغناطيس على شكل ايه حذاء فرس ومغناطيس عبارة عن شكل ابرة لو بقول عليه ابرة مغناطيسية تمام كده يبقى اشكال المغناطيس ايه الصناعية استوانة متوازي مستطيلات حذاء فرس او حدوة الفرس وعندي ايه كمان الابرة المغناطيسية معايا كده طيب نشاط يوضح المواد المغناطيسية وغير المغناطيسية الادوات قضيب مغناطيسي مجموعة من المواد المختلفة مثل دبابيس معدنية تباشير ألمونيوم نحاس مسطرة بلاستيك الخطوات ضع مجموعة الأمواد المختلفة على المنضدة قرب المغناطيس من كل مادة على حدة بالترتيب ولاحظ ما يحدث هل جميع الأشياء انجذبت إلى المغناطيس؟ الملاحظة بعض المواد تنجذب للمغناطيس والأخرى لا تنجذب الاستنتاج المواد التي تنجذب للمغناطيس تسمى مواد مغناطيسية مثل الحديد الكوبالت الصلب النيكل والمواد التي لا تنجذب للمغناطيس تسمى مواد غير مغناطيسية، مثل الخشب والمطاط والبلاستيك والألمنيوم. تصنيف المواد تبعا لقابليتها للتمغنط: واحد مواد مغناطيسية وهي المواد التي تنجذب للمغناطيس، مثل الحديد كوبالت، نيكل صلب. اتنين مواد غير مغناطيسية وهي المواد التي لا تنجذب للمغناطيس، مثل بلاستيك، ألمنيوم. نحاس فلين زجاج ورق. من النشاط السابق يا سنه خمسه عرفت ان انا عندي مواد بتنجذب للمغناطيس انا هقول عليها مواد مغناطيسيه زي ايه؟ الحديد والكوبالت والنيكل والصلب وعندي مواد آه لا تنجذب للمغناطيس فبقول عليها مواد غير مغناطيسيه ما اتجذبتش ما للمغناطيس فبقول عليها مواد غير مغناطيسيه زي ايه؟ النحاس والألمنيوم والبلاستيك والفلين والورق تمام كده؟ نشاط يوضح ان للمغناطيس قضبان الأدوات: قضيب مغناطيسي، مشابك ورق معدنية. الخطوات: قرب مشابك الورق من المغناطيس. لاحظ أي أجزاء المغناطيس يلتقط عددًا أكبر من مشابك الورق. الملاحظة: عند طرفي المغناطيس يلتقط أكبر عدد من مشابك الورق، وتقل بالتدريج وتنعدم في الوسط. الاستنتاج: عند طرفي المغناطيس تكون القوة المغناطيسية أكبر ما يمكن. تقل القوة كلما اتجهنا نحو منتصف المغناطيس، وتنعدم عند المنتصف. لكل مغناطيس قطبان مغناطيسيان قطب شمالي وقطب جنوبي، نشاط يوضح اتجاه المغناطيس حر الحركة، الأدوات: قضيب مغناطيسي وحامل، الخطوات: علق المغناطيس من منتصفه بواسطة خيط رفيع مثبت في حامل، حرك المغناطيس حركة بسيطة يمينا أو يسارا، واتركه حتى يستقر، كرر الخطوة السابقة عدة مرات. ماذا تلاحظ؟ الملاحظة: عندما يسكن المغناطيس نجد أن طرفًا محددًا منه يتجه نحو الشمال الجغرافي تقريبًا في كل مرة، والطرف الآخر يتجه نحو الجنوب الجغرافي تقريبًا. الاستنتاج: القطب الشمالي هو قطب المغناطيس الذي يبحث عن اتجاه الشمال، ويشير إليه عندما يكون المغناطيس حر الحركة، ويرمز له بالحرف شين أو إن، ويلوّن باللون الأحمر. القطب الجنوبي هو قطب المغناطيس الذي يبحث عن اتجاه الجنوب، ويشير إليه عندما يكون المغناطيس حر الحركة، ويرمز له بالحرف بالحرف جيم أو إس، ويلون باللون الأزرق. نشاط يوضح قانون التجاذب والتنافر، الأدوات: قضيبان مغناطيسيان محدد على طرف كل منهما نوع القطب شمالي وجنوبي. الخطوات: علق أحد المغناطيسين بحيث يكون حر الحركة. قرّب القطب الشمالي للمغناطيس الآخر من القطب الشمالي للمغناطيس المعلق، قرر الخطوة السابقة بتقريب القطبين الجنوبين، قرر التجربة بتقريب القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي، الملاحظة: يتنافر القطب الشمالي مع القطب الشمالي، كذلك يتنافر القطب الجنوبي مع القطب الجنوبي، يتجاذب القطب الشمالي مع القطب الجنوبي، الاستنتاج: الأقطاب المغناطيسية المتشابهة تتنافر، والأقطاب المغناطيسية المختلفة تتجاذب. ينص قانون التجاذب والتنافر سنة خمسة على أن الأقطاب المغناطيسية المتشابهة تتنافر، لكن الأقطاب المغناطيسية المختلفة إيه تتجاذب. خواص المغناطيس، المغناطيس له قطبين، قطب شمالي وقطب إيه جنوبي. القطب الشمالي يرمز له بالرمز شين أو الحرف إن، ويلون باللون الأحمر، ويشير إلى اتجاه الشمال الجغرافي. والقطب الجنوبي يرمز له بالرمز ج أو حرف الإس، ويلون باللون الأزرق، ويشير إلى اتجاه الجنوب الجغرافي. تزداد القوة المغناطيسية عند الأقطاب وتقل عن كلما اتجهنا ناحية المنتصف، القطب المغناطيسي هو منطقة في المغناطيس تكون عندها القوة المغناطيسية أكبر ما يمكن، القوة المغناطيسية هي قدرة المغناطيس على جذب المواد المغناطيسية الموجودة في مجاله وهي قوة غير مرئية، المجال المغناطيسي هو الحيز حول المغناطيس الذي تظهر خلاله آثار القوة المغناطيسية. من الانشطه السابقه يا سنه خمسة احنا عرفنا ان المغناطيس عنده قطبين قطب شمالي وقطب جنوبي صح كده قال لي طب يعني ايه قطب يا ميس قال لك القطب ده منطقه موجوده في المغناطيس منطقه موجوده في ايه في المغناطيس بتكون عندها القوه المغناطيسيه اكبر ما يمكن اكبر ما ايه ما يمكن يبقى هو منطقه موجوده في المغناطيس بتكون عندها القوه المغناطيسيه اكبر ما يمكن طب يعني ايه يا ميس اصلا قوه مغناطيسيه القوه المغناطيسيه يا سنه خمسة هي قدره المغناطيس على جذب المواد الايه المغناطيس بس خلي بالك الموجوده بس في ايه في مجاله طب يعني ايه بقى الموجوده في مجاله يعني القوه المغناطيسيه هو قدره المغناطيس قد ايه هو هيجذب المواد المغناطيسيه بس الموجوده في ايه في مجاله وخلي بالك القوه دي قوه غير مرئيه يعني مش بشوفها بايه بعين بعيني برافو عليك طب معلش يا ميس يعني ايه بقى هو هيكسب بس اللي موجوده في مجاله يعني دلوقتي انا لو معايا مغناطيس محطاه على الديسك هنا تمام ومعايا قطعه حديد ودي مغناطيسيه حطاها على بعد 3 امتار مثلا من الديسك هل الحديد هيجذب المغناطيس يستحيل يا ميس طب امتى بقى ينجذب للمغناطيس لو قربت قطعه الحديد كده وحطيتها قريب من الايه من المغناطيس وقطعه الحديد دخلت في مجال الايه المغناطيس اه فمين بقى مين قاعده ومستنيه في المجال المغناطيسي اللي هو الحيز حول المغناطيس الذي تظهر فيه اثار القوه المغناطيسيه ما هو مجال مغناطيسي يعني ايه حيز حول المغناطيس تظهر فيه خلال تظهر فيه اثار القوة الايه المغناطيسية مين قاعدة ومستنية بقى حوالين ال حوالين المغناطيس كده ومستنية ان هي تجذب المواد المغناطيسية القوة المغناطيسية فمجرد ما قطعة الحديد تدخل المجال المغناطيسي تروح ماسكاها القوة الايه المغناطيسية تروح جذبها القوة الايه المغناطيسية بخلي يبقى خلي بالك يا سنة خمسة إن القوة المغناطيسية هي إيه؟ هي قدرة المغناطيس على جذب المواد الإيه؟ المغناطيسية بس الموجودة في مجاله بس وهي قوة غير مرئية تمام كده؟ لكن المجال المغناطيسي هو الحيز حول المغناطيس الذي تظهر فيه آثار القوة الإيه؟ المغناطيسية تمام كده؟ نشاط يوضح تخطيط المجال المغناطيسي باستخدام برادة الحديد، الأدوات قضيب مغناطيسي لوح زجاجي برادة حديد الخطوات ضع المغناطيس أفقيا على المنضدة ثم ضع فوقه لوحا زجاجيا انصر فوق اللوح مقدارا من برادة الحديد اترك تركا خفيفا على اللوح الزجاجي الملاحظة تنتظم برادة الحديد في خطوط منتظمة حول المغناطيس وتتجمع عند طرفي المغناطيس في شكل يوضح المجال المغناطيسي الاستنتاج أكثر مناطق المغناطيس التي تتجمع عندها برادة الحديد هي طرف المغناطيس أي قطبية البوصلة في عام 1600 ميلاديا صنع الطبيب الإنجليزي ويليام جيلبرت إبرة مغناطيسية عبارة عن مغناطيس صغير خفيف حر الحركة حول محور ثابت استخدمت هذه الإبرة في صناعة البوصلة يعني ايه الكلام ده يا سنه خمسه؟ في سنه 1600 ميلاديا كان عندي طبيب انجليزي اسمه ويليام جيلبرت، ويليام جيلبرت بدا ان هو يصنع ابره مغناطيسيه اللي هي كانت مثال لايه؟ الله ينور كانت مثال للاشكال الصناعيه للمغناطيس. قال لي الابره المغناطيسيه دي عباره عن ايه؟ عباره عن مغناطيس بيتصف بثلاث ايه؟ صفات، صغير، خفيف، حر الايه؟ صنع الابره المغناطيسيه من هنا واستخدمت صناعه الابره المغناطيسيه دي في صناعه الايه؟ البوصله، في صناعه الايه؟ البوصله، تمام كده؟ تركيب البوصلة: إبرة مغناطيسية عبارة عن مغناطيس صغير يرتكز على سن مدببة فيجعل حركته سهلة، وعندما يستقر يكون قطبه الشمالي مشيرًا إلى الشمال. بصوا معايا كده سنه خمسه احنا عرفنا ان تركيب البوصله عباره عن ابره ايه مغناطيسيه صح كده لان انا قلت استخدمت صناعه الابره المغناطيسيه ومنها استخدمتها في صناعه البوصله يبقى إيه هي بتتركب من مغناطيسيه وعرفنا ان هي عباره عن مغناطيس صغير وخفيف حر الحركه وبركزه على سن مدبب عشان يجعل حركته ايه سهله الميزه بقى اللي عندي ايه ان ان القطب الشمالي بتاع المغناطيس ده لما بيستقر بيشير الاتجاه الايه الشمال بيشير الاتجاه الايه الشمال ومن هنا استخدامات البوصله 1- تحديد الاتجاهات الأصلية الأربعة: شمال، جنوب، شرق، غرب، 2- تستخدم في السفن لتحديد اتجاه إبحارها، 3- تحديد اتجاه القبلة. استخدامات البوصله يا سنه خمسة انا عندي تلات استخدامات مهمين جدا وبيجوا كتير في الامتحانات واحد ان هي بتقدر ان هي لي الاتجاهات الاصليه الاربعه اللي هما الشمال والجنوب والشرق والغرب مفهومه دي تمام اتنين ان هي بتعرفني اتجاه السفن عند ابحار اتجاه السفن ايه عند ابحار في البحر في البحر مش ببقى عارفه الشرق من الغرب فالبوصله بتقدر ان هي تعرف لي الاتجاه ابحار الايه السفن اتجاه ابحار الايه السفن ثلاثه ان هي بتعرفني كمان اتجاه القبله عند الصلاه اتجاه القبله عند الايه الصلاه تمام كده اتفقنا يبقى عندى كام استخدامات للبوصله تلاته ودلوقتى يا سنه خمسه تعالوا بينا نشوف سؤال المتفوقين السؤال بيقول ماذا يحدث إذا قرب قطب شمالي من مغناطيس من قطب شمالي لمغناطيس أخر فكر في السؤال كويس ومستنية إنك تجاوبني عليه وبكده يا سنة خمسة نكون انتهينا من درسنا الثالث المغناطيسية من الوحدة الأولى الطاقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته